التحضيرات النهائية بلشت تتقرب لحتى نشوفها بس وين صارت. رح ننتقل مباشرة لعند شيف حسين ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن القريدس على النار عندي قدامي الشمندر. شمندر نحن كمان سلقناه قشرناه بردناه، شمندر صار جاهز عنا، خس الايسبرغ جاهز، وهلا صار الوقت انا وياكم لحتى نحضر هالسلطه، وصفه سلاد كتير طيبه عندي من خس الايسبرغ. لكن خس الايسبرغ قدامنا، عندي كمان خس اللولو، فيني استعمل خس لولو كمان للزينه، بحط قليل من خس اللولو هون، بحط من الخس الايسبرغ. لكن الخس الايسبرغ ما تنسوا مشاهدينا بايدنا منقطعه لحتى ما يسودوا اطرافه، نقطع الخس الايسبرغ بهالشكل مش بالسكين. طيب لكن صحن السلاد تقريبا كمان صار جاهز، عنا القريدس على النار بعد ما فوتنا الطبق الرئيسي على الفرن. الطبق الرئيسي بعد دقيقتين رح نشيله ونضيف له البروكولي. البروكولي مسلوقة جاهزة منحطها على الوجه. لكن مشاهدينا هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. اوكي طيب، رح جيب الشمندر، وزع الشمندر بهالشكل مع الخس الايسبرغ مثل ما عم نشوف. فيني حط معها كمان من البندورة الكرزية، ما عندي اي مشكلة اذا ضفت لوصفتنا كمان بندورة كرزية. لكن هيدا الشمندر بنحطه بهالشكل. بعد رح نضيف فليفلة صفرة للطبق، وايضا رح نضيف او نحضر الصلصة. الصلصة هي عبارة عن مايو مع لبن مع فلفل اسود، وايضا بدنا نحط معها عصير حامض وزيت الزيتون، وبدنا نضيف كمان لها من الثوم ورشة سماء صغيرة. طيب هون بنغير كفوفنا. لكن هيدي مقادير الصلصة عم نشوفها كمان قدامنا على الشاشة. هون القريدسات صاروا جاهزين، كمان القريدس بجيبهم وبحطهم دغري على الخس. هلا هو مفترض يبردوا بس نحنا ما عندنا وقت لحتى يبردوا، فمنوزع القريدس على الخس الملون او الخس اللولو. لكن القريدس كمان صار جاهز عنا، بضل في عندي الفليفلة، بدي حط الفليفلة، وبدنا نحضر الصلصة مع رشة شومر. رح حط رشة شومر انا كمان على الوجه. يعني اليوم في عنا الشومر بالطبق الرئيسي داخل، وبصحن السلطة ايضا مشاهدينا داخل الشومر. لكن نجي للشومر، رح حط كمان على الوجه شومر بهالشكل. اوكي الفليفلة كمان نطرتنا مثل ما خبرتكم. لكن هيدا الشومر على الوجه. اوكي طيب، هيدا الشومر وزعناه. عندي الفليفلة الصفرة، كمان فليفلة صفرة، بنحط كيوبات من الفليفلة الصفرة. اوكي هيدي الفليفلة الصفرة بدخلها معون. اوكي لكن هيدا الطبق صار جاهز. بهالوقت رح شيل انا الطبق الرئيسي من الفرن. لكن هيدا الطبق الرئيسي صار جاهز، بس شو بدنا نحط على وجهه مثل ما خبرتكم؟ بدنا نحط كيفي معي. ايه ملون ملون كله يعني، صح بهالشكل. اوكي هول البروكولي. ايه شو رايك؟ عظيم. اوكي هاي الوصفه صارت جاهزه لك. ايه اوكي ولونه مهضوم كثير طلعت هاي الوصفه. صح منغير كفوفنا. ايه وبنجي اليوم بدي اعذبك. قول عذبني. بدي اياكي توزعي السنوبر على وصفه الحلو. اوكي وصفه الحلو بدي اقول لكل المشاهدين ارجع اعرف لهم كيف حضرتها.
جبت انا لكن مشاهدينا فستق حلبي، حطيت فستق حلبي طحنتهم شوي، حطيت معهم سكر باودر، لكن وصفه ولا اسهل من هيك. سكر فستق حلبي مع سكر بودره، حليب محلى مكثف وماء الورد، خلطتهم مع بعض، سكبتهم بهالشكل. طبعا هون غيدة اذا بنتركهم بعد شوي بيجمدوا. ايه بيجمدوا اكثر. هلا طبعا مثل ما عم نشوف بلشوا يجمدوا، خلينا نشوف كمان قدامنا كيف انا عم بحط ايدي علي هون، بلشوا يجمدوا على سكر البودره وحليب المكثف. بضل في عندنا سنوبر، فيكي انت بهالوقت لحتى احضر الصلصه توزعي هالسنوبر كيف ما بدك. كيف ما بدي؟ كيف ما بدي هيك بتفنن؟ صح. طيب يلا كيف ما بدي بحطهم بتفنن فيهم. بهالوقت انا رح احضر الصلصه، هي وغيدا عم توزع سنوبر. يلا غيدا عم توزع سنوبر. مشاهدينا في عنا لبن، بلشت بتحضير الصلصه، في عندي لبن، لكن هيدي الصلصه للسلطه. ضفت لبن بوعاء متوسط الحجم، رح ضيف كمان من المايو، لكن لبن مايو، بنحط رشه سماء مثل ما خبرتكم، رشه فلفل اسود، رشه ملح، عصير حامض، وايضا في عندي كمان ثوم، بجيب حصه ثوم بهالشكل، وايضا بضيف حصه ثوم فوق الصلصه. لكن هيدي هي الصلصه، صلصه بس بدي اعزبك. والبس تقول مايو انا لانه بنوتي كيف عم بعمل لك ديكور. اوه كثير حلوين. ايه ايه استاذي بنوتي اسمها ماي وانا بقول لها مايو. يخلي لي بس قلت هلا ماي. ايه لكن بحركهم بهالشكل، صار عندي الصلصه، هيدي الصلصه للسلطه صارت جاهزه، طبق الحلو صار جاهز. كمان بدي اعزبك. لا بخصوص ما عم فوت بكادري. عم تفوت بكادري؟ عم تفوت بوقفتي. طيب شو بعمل؟ لازم نحط الصلصه. لا بالعكس هيدا ضروريه. اوكي خلص. ها هيدي الصلصه بنوزعها على الوجه مثل ما عم نشوف، مثل ما غيدا عم توزع سنوبر وانا بوزع الصلصه. هول اطباقنا لليوم هيك صاروا جاهزين. انا غيدا بدي ودع كل المشاهدين، بدي اقول لهم الف صحتين، ان شاء الله وصفاتنا لليوم يكونوا نالوا اعجابهم، بس بوعدكم انه نهار الجمعه كمان بعد في عنا وصفه سمك. لكن بشوفكم بكره الساعه 10 والف صحتين. يلا رح احط بس اخر اثنين مشان ما يطلعوا بدون ديكور. شفت الديكور كيف؟ حتى ولا وحده ما يطلع عليها سنوبر. خلصوا. شفت؟ خلصوا. ها خلص وبنختم. ها شفت؟ لكن عندنا وحده اثنين ثلاثه. يعطيك الف. والورقه والقلم ما تنسوا تضبوهم وتخبوهم لترجعوا تجربوا الوصفات. اكيد اكيد. نحن بنشوفك بكره وانا كمان بشوفك بكره. اه بكره انا وياك. بقيت نهار كثير حلو وين ما كنتوا عم تقضوه. اكيد رح نشوفكم بكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت. باي باي. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع عليك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي.